И об этом я и не говорю. Нас никто. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار شرق اوسطيه. هذا الفيديو لفلاديمير سولوفييف او سولوفيوف، شخصيه صحفيه اعلاميه تلفزيونيه على قناه روسيا الاولى، وصاحب وسام الشرف، صاحب جائزه لما سمي بموضوعيته في نقل حرب القرن، وهو الأقرب إلى بوتين في تفكيره، أو على الأقل فإنه ينقل خيال بوتين، تصور بوتين. على كل حال، فإن هذا الصحفي يصرح بالحرف أن الجيش الروسي لن يقف على حدود أوكرانيا ويفكر ما بعد أوكرانيا، يعني أن الأمر لن يتوقف على هذه الدولة وحسب. إذن الأمر هنا مع بولندا وبولونيا رومانيا كأحد الأهداف المتوقعة بالنسبة لبوتين. إن جائزة ألكسندر نيفسكي التي فاز بها فلاديمير كان واضح أنه يرغب في ما سمي بالموضوعية التي فقط تنقل ما يفكر فيه بوتين. الأمر لا يتعلق بالحيادية فقط في نقل الحدث، هذا يهتم له، لكن هو صدق نقل ما يراه بوتين، وبالتالي فهذه حيادية لأنه ينقل بحيادية ما يراه بوتين للعالم. عندما ننظر إلى جميع كتاباته لنقترب بشكل أكبر منه، لنلاحظ أنه في 2015 و2018 كان قد قام بوثائقية حول النظام الدولي، وهذا كان مهما جدا معرفة كيف يفكر سولوفييف أو سولوفيوف في مثل هذا التصور. إنه نفس التصور الذي يحمله الآن بوتين نحو أوكرانيا على أقل تقدير. معروف بأن ما قاله تماما سولوفييف هو الذي قاله بعدها بوتين. بوتين أراد أن يسمي هؤلاء القوميين الأوكرانيين بأنهم نيونازيين وغيرها، يعني أنه تجاوز إن لم يكن قارب هذا الصحافي. إذن هذا الصحافي ينقل أفكار بوتين على وجه التحديد. هذه زاوية أولى. الزاوية الثانية، من وسمه بوسام الشرف؟ سؤال آخر. إذن هذا أقرب بكثير أن يعمل على جميع المستويات في البروباغندا التي يستخدمها بوتين، ولذلك هو مؤطر جيد وانطلاقا من روسيا الأولى، مؤطر للبروباغندا عموما بالنسبة لبوتين أو نقل أفكاره إلى العالم وخصوصا إلى الداخل، وبعدها بشيء ما إلى الخارج عبر وثائقيات وأيضا عبر كتابات، وهذا شيء هام للغاية لأننا أمام إعادة تقدير واسع للنظرة بالنسبة لبوتين. بوتين كما يصرح الصحفي الأقرب إلى أفكاره يؤكد بشكل مباشر وواضح أن هناك ما بعد أوكرانيا، وعندما نقل هذا الفيديو نقل على أساس أن العملية كلها يجب أن تنجز ما بعد أوكرانيا لحماية أوكرانيا. انظروا إلى ماذا قام به في دونباس. لحماية دونباس كان احتلال لكل أوكرانيا، ولحماية الوضع في أوكرانيا عبر الأقاليم الأربعة التي ستقسم إليها أوكرانيا، سيكون من الضروري جدا اقتحام هذه دول أخرى. لذلك فلن يتوقف شيء، فلن يتوقف شيء على الأقل حسب هذا التصور الذي يعطيه تماما. لنتتبع خيطا شديد الأهمية بالنسبة لهذا الصحفي الناقل لأفكار بوتين. في 2013، أي لحظة التي كان فيها نوع من تقدم بوتين نحو تطبيق نظريته، سنجد أن هناك موسوليني الفاشية ببساطة شديدة، يعني الوطنية التي تصل إلى الفاشية. إذا هذا أهم شيء. إن في هذا الصحفي ما يؤكد
أن بوتين ليس أكثر من قومي روسي يصادم القوميات الأخرى، وهذا واضح. لذلك فوثائقي موسوليني ليست أكثر من بوتين. الكل يشبه بوتين بهتلر. واقع الأمر في الدعايات الغربية هذا حال واحتمال لأنه الأشهر، لكن واقع الحال أن بوتين يشبه بل يطابق موسوليني. ولذلك في وثائقية 2013 بالنسبة للصحفي بوتين هو أقرب من هذه الصورة. وعندما نذهب أكثر سنجد الرئيس. في 2015 كان هناك الرئيس وبعدها النظام العالمي، يعني أن موسوليني الرئيس بوتين وبعدها النظام الجديد الذي يفرضه الأمريكيون على روسيا، وروسيا تريد أن ترد بنظام عالمي آخر. وبالتالي فإن كل النظرة التي لدى بوتين كلها مرصودة بشكل كامل. إذا موسوليني هو الوجه الحقيقي على الأقل حسب سولوفيوف وحسب صحفي يعترف به بوتين أولا ويوسمه بوتين ثانيا ويعطيه أفكاره ثالثا. إنه هيكل بوتين. إن كان محمد حسنين هيكل هو صحفي وقارئ أفكار جمال عبد الناصر، فإن سولوفيوف هو هيكل بوتين. فبالنسبة له على أقل تقدير نرى من خلال كتاباته خصوصا بالنسبة للرئيس، فهذا ينطبق بشكل كامل على ما سيقوم به السيد الرئيس بين قوسين، والذي ذكره بجميع الخطاطات التي اليوم نراها على الأرض. كل ما هو على الأرض نطقه سولوفيوف قبلا بثلاث سنوات أو أربع، لأنه هو الذي يسرب ما يريده بوتين ويسرب للأوليغارشية بأن هذه أهدافي. لذلك فعليهم أن يصمدوا إلى الحين الوصول إلى هذه الأهداف. لذلك فكل هذه التقديرات أصبحت واضحة إلى أبعد حد، وهذا هو الذي يجب التأكيد عليه، لأن ما بعد أوكرانيا اليوم هو فيديو، هو فيديو حقيقي مباشر. ولذلك فالمخابرات الأمريكية اهتمت بهذا التصريح بشكل عال جدا واعتبرت على أن هذا الأمر متوقع. ولذلك فالدراسة اليوم هل هو متوقع، أي علاقة، كم التقى سولوفيوف مع بوتين، بوتين في واقع الأمر عزل في كورونا وبالتالي فإنه لم يلتقي به، لكن على العموم كانت اتصالات هاتفية. كم عدد الاتصالات؟ هناك 17 اتصال. هل فيه تنظير لما قاله بوتين أم لا؟ كل هذه الأسئلة الاستخبارية تجيب عنها المخابرات الوطنية الأمريكية الـNCIA. ليس الأمر متعلقا بالCIA، لقد نقل الوضع إلى شيء آخر متتبع بمعلومات ضافية أو إضافية عن هذه الشخصية، فيما الCIA تريد أن تحقق في شيء آخر سنكشفه فيما بعد. لكن المهم في هذا الوضع كله أن التقديرات التي يعمل عليها سولوفيوف أو سولوفيوف هي تقديرات لبوتين ببساطة شديدة، وأراد دائما أن يستبق مخابراته ويضع الخطط وبعدها يمكن مواصلة ذلك. إذن واقع الحالي أن ما بعد أوكرانيا فكرة بوتينية، والفاشية اليوم التي يقول عنها أقرب صحفي لبوتين وقارئ أفكاره وناقل أفكاره ودماغه المتحركة في الصحافة والبروباغندا، فإن الوضع اليوم أن هناك ما بعد أوكرانيا ببساطة شديدة. أصبح من الواضح إذن أن الوصول إلى ضرب 17 كيلومتر، ضرب 17 كيلومتر عن الحدود البولندية، هذا في آخر توسيع لأهدافه. هذا يعني أننا أمام ضرب منطقة حدودية، وبهذا الشكل وبأكبر، انظروا إلى الفاتورة، الفاتورة 35 شخصا، 134 جريحا. هل هناك تكلفة مباشرة لأي ضربة ساوت هذه الفاتورة؟
إذن أكبر فاتورة دفعت في هذه المنطقة على وجه التحديد، أي أن الضرب بعدد الجرحى والقتلى فإن أعلى فاتورة كانت قريبة من بولندا. وهنا يعرف جيدا الروس ماذا يفعلون، من جهة أنهم يرسلون رسالة للأجانب أنهم سيسحقون سحقا، وهذا معروف لدى بوتين. فبالنسبة لهؤلاء لن يكون الأمر كما في سوريا مثلا أو في غيرها من هذه البلدان، لأن هناك إكراهات وتوازنات وحسابات ومعادلات. في أوكرانيا هناك شيء آخر اسمه بوتين فقط، ليس هناك أي تأثير على بوتين. وعندما يضع أمام الجميع الخيار النووي يسكت أمريكا عن أي ضغط كان، لذلك فهو يتصرف بحرية مطلقة، جعلت من أوكرانيا حديقة كاملة، حديقة خلفية كاملة. قد تكون خلفية، حديقة خلفية، وقد تكون حديقة أمامية. السؤال المطروح الآن أن هذه الحديقة قد تتطور وتصبح حديقة خلفية لحديقة متقدمة في إحدى الدول الأخرى، أو توسيع هذه الحديقة ببساطة شديدة. لذلك فما يجري الآن، خصوصا يعرف جيدا بوتين أن دفع هذه الفاتورة الغالية والكارثية لن يكون لها مردود لسبب واحد، لأن الرد الفعل يرسل من خلاله المدنيين الأوكرانيين أن الذي ضربته هناك لا يختلف عنكم، ولكن أنتم عندي تختلفون عن القادم. وبالتالي فإن ما يجري الآن هو شيء آخر، هو أن هذه الأهداف أهداف مشروعة، وأن هؤلاء إرهابيين وغير ذلك. أما بالنسبة للآخرين فلا زال يفاوض، ولا زال يفاوض من أجل خفض فقط الخطاب، الخطاب كي لا يكون أقوى من الرصاص. يريد ألا يؤهل كل الشعب الأوكراني. فتخيلوا لو لم تكن مفاوضات، فأكيد أن السقوف ستكون مرتفعة للغاية، وقد تخرج عن السيطرة لا من هذا الاتجاه ولا ذاك. وبالتالي فإن ما يجري الآن محاولة لضبط الإيقاع، إيقاع الحرب، مفاوضات لأجل ضبط إيقاع الحرب، ومن جهة أخرى الحصار للوصول إلى استسلام. والاستسلام يجب أن يكون في منطقة لا يمكن الطعن فيها بشكل أكبر، هي القدس. على كل حال إن محاولة إعادة استثمار كل ذلك في القدس هذا يعني الكثير. لكن على العموم فبالنسبة للروس، إن ذهب فلاديمير بوتين إلى القدس فهذا اعتراف مباشر بأنها عاصمة لإسرائيل. وانظروا إلى دهاء تل أبيب، هي تريد أن يصل فلاديمير ويوقع هناك، يعني هي عاصمة عالمية وليس فقط عاصمة سيطلب من روسيا أن تنتقل، يعني إنهاء ما سمي بالشرعة الدولية والقرارات الأممية وقرارات مجلس الأمن. انتهى كل ذلك وأصبحنا في نظام آخر يعتمد على القوة ويعتمد على شيء آخر سيتشكل بعدها. لكن الآن فعلى الأقل بالنسبة لربط الاحتلال الإسرائيلي باحتلالات أخرى، واحتلال كييف واحتلال أوكرانيا والاستسلام كما يريد الإسرائيليون من الفلسطينيين نفس الاستسلام لأنهم الأقوى، فهذا يعني مباشرة أن الدهاء الإسرائيلي يعرف ما يفعل. أما وصول بوتين إلى القدس فهذه إشارة أقوى إلى تجاوز ما يسمى بخطوة ترامب الاستثنائية بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل. الآن ستصبح عاصمة للعالم، ستصبح مرة أخرى عاصمة لإسرائيل بموقعها، وهذا سيكون لديه أكثر من انعكاس. إذن واقع الحال اليوم أن هناك من ينظر لما بعد أوكرانيا، وهذا الذي يكشفه صحفي بوتين. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.